إلى هذه الساعة الإخبارية التحليلية، نواكب من خلالها الحدث في تونس هذه الأيام. والحدث مشاهدين هو الانتخابات التشريعية، الانتخابات البرلمانية 2022، انتخابات طغت عليها أو طغى عليها جدل سياسي، البعض حتى ذهب بتوصيفه بالاضطرابات السياسية. هذه الانتخابات طغت عليها كذلك أزمة اقتصادية، وسنخصص هذه الساعة للحديث عن هذه الأزمة وعن تداعياتها. أدخل في جوهر الموضوع وأستقبل ضيوفي هنا. معنا الدكتور محمد أجويلي، أستاذ علم الاجتماع، أهلا بك. أهلا وسهلا. ينضم لنا كذلك الدكتور عز الدين سعيدان، خبير اقتصادي، أهلا بك. مرحبا. ومعنا كذلك السيد خميس جهناوي، وزير الخارجية السابق، رئيس المجلس التونسي للعلاقات الدولية، أهلا بك معنا سيد خميس. أهلا وسهلا، مرحبا. الموضوع الحقيقة فيه العديد من التفاصيل، ولكن اسمحوا لي أن أبدأ بكيف ينظر التونسي أو ما الذي ينتظر التونسي من هذه الانتخابات دكتور؟ أعتقد أن التونسي لا ينتظر شيئا من هذه الانتخابات، يعني فيه لأول مرة موقف لا أقول معادي، ولكن موقف فيه الكثير من الضبابية في التعامل مع شيء مجهول تقريبا، لأنه كل انتخابات تطرح بدائل مهما كانت نوعية هذه البدائل، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، والناس يتمسكون بهذه البدائل ويتنافسون على هذه المبادئ، على هذه البدائل. ولكن لأول مرة نشعر أنه هذه الانتخابات لا بدائل لها، يعني أنها انتخابات لا تطرح مشروعا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. تقريبا لا يمكن أن نقر أن هذه الانتخابات لها طعم أصلا، لا يمكن في اعتقادي أن يكون لها طعم، لا طعم سياسي، لا طعم تنافسي بالأساس في غياب الأحزاب السياسية. أعتقد أنه نحن أمام انتخابات من نوع آخر، لأول مرة حتى قبل الثورة لأول مرة نشعر أنه في انتخابات من نوع جديد، وربما الخبراء في علم الاجتماع السياسي هذه فرصتهم كي يفهموا ما الذي يحصل الآن في تونس، ما الذي يحصل في هذه الانتخابات التي لا رائحة ولا طعم لها، لأنه لا تطرح بدائل، لا تطرح تنافس، ولا تطرح تقريبا منظار حلول حقيقية وحتى رؤية للمستقبل القريب. يعني لا توجد هذه المسائل، لأنه لا توجد أحزاب سياسية متنافسة حول هذه الموضوع، لا توجد كما قلت بدائل واضحة. هم أفراد مترشحون لهذه الانتخابات، كل له بديله. وفي العادة بدائل شفتنا شئنا إجراءاتهم وبرامجهم الانتخابية، يعني مع الأسف معناها برامج انتخابية لا معنى لها، مضحكة في الغالب. أليس هناك مبالغة؟ خلينا نناقش كذلك مع ضيوفنا، ولكن لا أعتقد على فكرة دكتور محمد وجهة النظر هذه تناولها التونسيون وطرحها، يعني طرحتها نسبة من التونسيين، ولكن هناك كذلك من يدعم هذا الإجراء، هناك من يتحدث دكتور عز الدين بأنه هذا الإجراء يأتي ضمن خطة استراتيجية ضمن مسار 25 من جويليا. ضيف يقول بأنه لا دور أو لا رائحة ولا طعم، ولكن هل لها دور في هذا المسار وإن كان الجانب الاقتصادي يطغى على مسار سياسي جد مهم في تونس؟ هو في الحقيقة كل مرحلة انتخابية المفروض تأتي بحلول، ومن ضمنها بالنسبة لتونس الآن حلول اقتصادية، لأن تونس تمر بأوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة جدا وغير مسبوقة في حقيقة الأمر في تاريخ تونس. فالسؤال ما هو مضمون هذه الانتخابات؟ ما هو الرهان وراء هذه الانتخابات؟ وهل أن هذه الانتخابات ستمر بتونس من هذه المرحلة الاستثنائية إلى مرحلة استقرار سياسي تتمكن فيه تونس من المرور إلى الاهتمام والانكباب الكامل على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية؟ ويبدو أن الجواب لا. وما حصل بالأمس، وربما نعود إلى هذا الموضوع، يعني القرار اللي تم اتخاذه من صندوق النقد الدولي، يعني يزيد الوضع تعقيدا بشكل كبير جدا، وبالتالي تساؤلات كبيرة، ماذا ستأتي به هذه الانتخابات وماذا ستضيفه على الوضع الصعب الذي تمر به تونس الآن؟ هذه العلاقة بين الاقتصاد والسياسة سيد خميس، وحضرتك
مراقب جيد، خبير جيد، دبلوماسي يعني ممتاز في تونس، والأكيد بأنك راقبت كذلك في السنوات السابقة كيف لهذه المعادلة أن تتحقق اقتصاد وسياسة. ما المجال الذي يجب أن يسبق غيره؟ هل يجب أن تكون هناك أسس سياسية تحقق نجاح اقتصادي أو العكس هو اللي يجب أن يكون مطروح؟ هو أولا لابد من التذكير أن تونس من البلدان القلائل اللي تقريبا عندها سنة ونصف بدون برلمان. يعني هذه الانتخابات إذا كان عندها أهمية بكرة أنه على الأقل على المستوى الشكل سيكون هناك تكون هناك مؤسسة تسمى برلمان، ولا يمكن أن نصادق على اتفاقيات اقتصادية أو تكون للحكومة مصداقية في تعاطيها مع الخارج بدون مؤسسة برلمانية تشريعية. لكن مع الأسف هذا كما جاء في كلام صديقين من قبل، يعني هذا المسار يعني مع الأسف من الأصل لم يمكن الرأي العام والأهل السياسة من الحوار حول أمهات القضايا التي تطرح على تونس اليوم. وبالتالي هي كما قال الأستاذ الجويلي يعني انتخابات بدون طعم، بدون هدف. ليس هناك أحزاب سياسية، ولا يمكن أن نتحدث عن انتخابات وجدل سياسي بدون حضور انتخابات. لكن على الأقل يعني حتى نكون متفائلين أن هذه الانتخابات من المفروض أن تضع حد على الأقل لفترة معينة للفترة الاستثنائية، يعني لأن احنا نعيش في فترة استثنائية بدون مؤسسات. اليوم بكرة سيقع انتخاب، هناك مؤسسة تسمى البرلمان. نعم، لكن لابد من هذه المؤسسة هذه تكون ذات فعالية، يعني تكون عندها ما يمكن من المصداقية حتى تقدم الحلول. مع الأسف لا على مستوى البرامج السياسية، لا على مستوى الترشحات والمرشحين. نعم. الملامح الأولى على مستوى حضور المرأة يعني في هذا البرلمان، معناها مصداقية هذه البرلمان من الأصل يعني هي منقوصة. نتمنى أن تمر العملية الانتخابية بسلام. حتى نحن في كل الحالات غدا سنواكب هذه العملية. نعم. الانتخابية اليوم سنخصص هذه الساعة لمناقشة التطورات الاقتصادية بالأساس والاجتماعية كذلك في تونس، بما أنه لازلنا في حضور الصمت الانتخابي، ولكن غدا سنفصل إجراءات هذه الانتخابات وتداعياتها السياسية. ولكن سأعود معك في نقطة سيد خميس، أتيت على ذكر أهمية الرؤية الدولية لهذه الانتخابات، فيما تهم؟ والله لما إذا كان نحب نحلل يعني كيفية كيف ينظر لنا العالم بخصوص الانتخابات وردود الفعل، يعني أنت لاحظت أنه مثلا البرلمان الأوروبي قرر عدم حضور هذه البرلمانات وعدم مواكبتها، حضور ملاحظين. وبالتالي أول مرة منذ 2011 معناها المراقبين الأجانب لا يحضرون، والمراقبين هذا مش تدخل في الشأن الداخلي التونسي، هذا يعطي مصداقية بالإضافة إلى المراقبين الداخليين معناها التوانسة فيما بيننا، يعني أنه يكون في حضور أجنبي يعطي مصداقية خاصة لدى الأطراف الدولية اللي احنا محتاجين لها كما قال الأستاذ عز الدين في تعاملنا معها حتى نحاول نجد معناها طرق للخروج من الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها. هذه المصداقية التي يتحدث عنها السيد خميس الجهناوي كافية للتعامل مع الجهات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، أو أن هناك أسس كان يجب على الحكومة أن تضمنها أو أن توفرها على الأقل لمحاولة إيجاد حلول؟ لأنه اليوم التصريحات أو الواقع يقول بأن صندوق النقد الدولي أجل، وحضرتك أعلم بأنك تطرح فكرة فرض أو رفض ملف تونس. نعم. لماذا تتحدث عن رفض هذا الملف وتأجيله إلى أجل غير مسمى؟ أول شيء لو تسمح لما نقرأ الدستور الجديد للبلاد التونسية ونشوف ما هي صلاحيات البرلمان الجديد نرى أنها ضعيفة جدا، وهذا يعني يبين لماذا هذه الانتخابات ليس لها رهان وليس لها مضمون، وأن حتى الأطراف الأجنبية وشركائنا معناها مش ممكن يتعاملوا مع برلمان ما عندوش صلاحيات. فالكل يفهم أنه السلطات ستبقى متركزة لدى
السيد رئيس الجمهورية فقط، وهذا لا يعطي مصداقية للحياة السياسية في تونس وللسلطات التونسية ككل. وبالتالي حتى مع صندوق النقد الدولي أعتقد أنه هذه الانتخابات لن تغير أي شيء، وستبقى النظرة إلى تونس هي نفس النظرة. والخوف، كل الخوف مثل ما قلنا، أنه هذه المرحلة مش تعطينا حلول جديدة، مش تسمح ربما إلى العلاقات مع الخارج سواء كان على مستوى الثنائي أو على مستوى المؤسسات المالية الدولية أنها تتحسن بمفعول هذه الانتخابات، وأن تونس تكون فعلا خرجت من وضع استثنائي إلى وضع سياسي طبيعي مستقر يسمح بالقيام بالإصلاحات التي تأخرت بشكل كبير والتي تسببت في هذا الوضع الخطير الذي نمر به الآن. دكتور جويلي، حضرتك كتبت مقال منذ فترة بعنوان العقد الاجتماعي، هل هذه الانتخابات يمكن أن تأتي في إطار أو تؤسس لشيء يخدم هذا العقد الاجتماعي؟ تقول بأنه هذا العقد الاجتماعي مهم ويجب أن يعاد أو أن يتجدد من فترة إلى أخرى لنكون أمام مجتمع مكون من عناصر متوازنة سياسيا اجتماعيا اقتصاديا، فهل هذه الانتخابات يمكن أن تأتي في هذا الإطار للدفع بهذا المسار؟ هو فعلا نحن الآن في مرحلة فيها نوع من انخرام العقد الاجتماعي، لأن العقد الاجتماعي انتهى يوم 25 جويلية. يوم 25 جويلية تغيرت أوضاع عديدة. أعتقد بأن هناك مشكلة على مستوى الصوت. طيب سنعود لك بعد قليل، ولكن أعود إلى سيد خميس في نفس هذا الإطار في الواقع. نعم. لأن مسار 25 جويلية يتحدث على خطة، فحضرتك هل تعتقد بأن هذه الانتخابات يمكن أن تؤسس لشيء فعلي، غير أنه كما تحدث السيد عز الدين ليس هناك دور مهم لهذا البرلمان، ولكن هناك خطة، هناك استراتيجية تحدث عنها رئيس قيس سعيد، خطوة خطوة يمكن أن نعمل على شيء فعلي يؤسس لمجتمع سليم، تعتقد سيد خميس؟ لا، هي حتى تكون عندها مصداقية والخطة تكون هذه تصل إلى مداها لابد أن يقتنع بها التونسيون، وهذا تنشوفوه غدوة كيف ستكون ردة فعل التونسيين من خلال نسبة المشاركة. ولكن أهم نظرا للأزمة الاقتصادية اللي احنا عايشينها لابد أن يقتنع بها شركاء تونس، لأن تونس معناها متفتحة الخارج، ولابد أن معناها الخارج وشركائنا ساعدونا لمدة 10 سنوات لإرساء ديمقراطية ناشئة في تونس، وأخيرا الولايات المتحدة نفسها أكدت على هذا. لابد أن تكون هذه الانتخابات مرحلة أخرى إضافية في ترسيخ المسار الديمقراطي، هذا سيظهر لنا معناها بعد هذه الانتخابات. لكن على الأسف معناها المرحلة التي أدت إلى هذه الانتخابات لا تدل أنه كانت معناها مرحلة فيها توافق داخلي وفما حوار بين مختلف معناها المجتمع يعني. صحيح. نعود من جديد إلى صندوق النقد الدولي. نعم. والموضوع الأساسي في الواقع. نعم. لماذا لم تنجح الحكومة التونسية في القيام بما يلزم لإقناع صندوق النقد الدولي بما تقدمت به من طلب للقرض؟ هو خلافا لما يقال يعني داخل صندوق النقد الدولي ليس هناك تصويت، هناك من يقول تصويت وصوت الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك تصويت. ليس هناك تصويت. الذي يحصل فعلا هو أن صندوق النقد الدولي قبل أيام من الاجتماع يحاول التأكد من أن البرنامج سيكون ناجح، لأن صندوق النقد الدولي ليس بالبنك العادي، صندوق النقد الدولي وجزء من منظومة الأمم المتحدة، ودوره الأساسي هو في مساعدة الدول التي تمر بصعوبات اقتصادية ومالية صعبة، مع العلم أنه يعتبر مقرض الملاذ الأخير. بمعنى أي دولة ما يقرضهاش صندوق النقد الدولي ما فيش حتى طرف يقرضها، وبالتالي صندوق النقد الدولي يريد التأكد أنه البرنامج عنده ما يكفي من الحظوظ للنجاح. كيف ذلك؟ يعني إلى جانب تمويل صندوق النقد الدولي لابد أن يكون هناك أطراف أخرى على مستوى ثنائي أو مستوى مؤسسات مالية دولية باش تشارك في نفس المشروع، باش تنجح نفس المشروع. والواضح أن السلطة التونسية لم تنجح في هذا الجانب، ولم تتمكن من تعبئة الموارد الكافية وحتى الوعود الكافية لتوفير هذه الموارد. هذا أهم سبب. هذا فقط أو قانون المالية كذلك لسنة 2023؟ السبب الثاني، السبب الثاني مهم جدا، هو أنه يعني العملية الكاملة مع صندوق النقد الدولي منذ بداية المحادثات التقنية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وصرف القسط الأول المفروض تتطلب 3 أشهر. في الوضع بتاع تونس المحادثات التقنية فقط تطلبت 18 شهر، سنة ونص.
ثم حتى بعد المحادثة التقنية وبعد الحصول على الاتفاق المبدئي هناك على الأقل شهرين، يعني منذ 15 أكتوبر إلى 19 ديسمبر. السبب واضح جدا، هناك مشكل مصداقية للبلاد التونسية فيما يخص معاملاتها مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، لأنه كان عندنا برنامج في 2013 ولم ينجح، ثم برنامج ثاني 2016 ولم ينجح أيضا، لأن تونس تتقدم ببرنامج إصلاحات ولكنها لا تلتزم بذلك البرنامج. فبالتالي ما حصل الآن هو أن صندوق النقد الدولي طلب أن يعني يطلع على مشروع قانون المالية 23 قبل صدوره للتأكد من أنه ما فيش تضارب وتناقض ما بينه وما بين المشروع تاع الإصلاحات اللي تقدمت به السلطة التونسية واللي على أساس وصلت إلى اتفاق. هو المفروض دكتور عز الدين هذا القانون المفروض يكون جاهز هذه المرحلة، المفروض يكون جاهز من نوفمبر، يكون المفروض جاهز يكون جاهز من نوفمبر وحتى قبل نوفمبر، وكان مطلوب أن صندوق النقد الدولي يوصله في نهاية نوفمبر. وصل متأخر جدا ووصل يبدو غير متناغم مع البرامج الإصلاحات، وكان صندوق النقد الدولي يطلب أن يكون هم موقع من طرف السيد رئيس الجمهورية، علما أن السلطات الآن يعني كلها متمركزة في يد رئيس الجمهورية، ويبدو أن السيد رئيس الجمهورية رفض التوقيع. فكل هذه الظروف أدت إلى رفض، إلى جانب أنه كان هناك لمدة طويلة خطاب متناقض ومتباين بشكل كبير، يعني رئيس الجمهورية في واد والحكومة رئيس الجمهورية التي تفاوضت مع صندوق النقد الدولي في واد ثاني، والمجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل رافض تماما لهذا المسار تاع الإصلاحات بما فيه خاصة التفويض في بعض المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم. فهذا الكل جعل الأطراف أمامنا تشك في قدرة السلطة التونسية على القيام الفعلي بالإصلاحات الضرورية. سأعود لهذه التصريحات، لتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد لهذا التناقض كما وصفته بين تصريحات الرئيس وتصريحات الحكومة معك بعد قليل، ولكن أعود فقط إلى ضيفي دكتور جويلي. كنا نتحدث عن العقد الاجتماعي في ربط مع كل ما يحدث من تفاصيل هذه الأزمة، سواء على المستوى السياسي أو كذلك على المستوى الاقتصادي. ما الذي فقدناه في تونس؟ ما الذي فلت منا حتى يقول التونسيون بأننا في مرحلة حرجة للغاية؟ الذي فقدناه هو نوع من فعلا من العقد الاجتماعي الذي يضم الدولة، مؤسسات الدولة، المنظمات الوطنية، الأحزاب السياسية، كل القوى الحية في البلاد المتفقة حول مشروع مجتمعي معين ولو فيه اختلافات. أيضا شركائنا الخارجيين هم جزء بطريقة أو بأخرى من هذا العقد الاجتماعي، وبالتالي منذ 25 جويلية انتهى في اعتقادي العقد الاجتماعي الذي كان يضم كل التونسيين، ووجدنا أنفسنا أمام وضعية جديدة تماما. ولكن كان موجود هذا العقد منذ 2011، لأنك تحدثت عنه في مقالك، قلت فيما قبل 2011 كانت هناك تركيبة سياسية قادرة أن تبني لمستقبل، ولكن من 2011 وحتى اليوم كان هناك عقد طبعا الشمال. تواصل العقد الاجتماعي تواصل. بدليل أنه فيه انتخابات، بدليل أنه فيه حكومات، بدليل أنه فيه نوع من التوافق بطريقة أو بأخرى. يعني كنا متفقين على أنه ثم عقد اجتماعي. الكلمة الفصل أو العنوان الأبرز لهذا العقد الاجتماعي هو تركيز ما يمكن نسميه بالانتقال الديمقراطي، يعني بالانتخابات، بالبرلمان، بقوة البرلمان، بقوة المؤسسات، بدعم المجتمع المدني، بدعم الديمقراطية إلى غير ذلك. وصلنا في هذا العقد بشكل آخر مغاير لما قبل 2011، ولكن في كل الأحيان أو في كل بأي طريقة هناك عقد اجتماعي، هناك فاعلين متفقين أو متعاقدين بطريقة أو بأخرى. فقدناه في هذه المرحلة، فقدناه من 25 جويلية مع فقدان المؤسسات. طبعا فقدان المؤسسات، لم يعد هناك برلمان، لم يعد هناك أحزاب سياسية، المنظمات الوطنية الآن في خلاف كبير مع رئاسة الجمهورية. يعني ولنا يعني بصدد البحث عن شيء جديد، يعني نحن في مرحلة انتقالية مهمة جدا وخطيرة في نفس الوقت، لم نستطع أن نرجع إن شئنا العلامات الأساسية التي كنا نتحرك من خلالها، ولذلك هذا سيؤثر أولا على القرار الاقتصادي وأساسا سيؤثر على المسألة الانتخابية. ولكن دكتور جويلي، لماذا هناك اعتقاد راسخ لدى التونسيين بأن المسار التقليدي هو المسار الصحيح، أن يكون هناك برلمان مسحوب للمهام أو الدور الذي اعتدنا به؟ ربما يقول بعض بأن هذه فكرة أو طرح جديد، هل يمكن أن نتعود أن نحاول أن نجد إيجابيات كذلك في مثل هكذا منهج؟ أوكي، لكن التغيير يمكن أن نتفق، العقد الاجتماعي هو الذي يقود عملية التغيير.
التغيير السياسي بشكل عام، ما هي المؤسسات البارزة، ما هو الخيار الاقتصادي الجديد، ما هو ما يسمى بمنوال التنمية الجديد إلى غير ذلك. لكن هذه المرة كان القرار قرار تقريبا فردي ومتواصل فيها بهذه الطريقة، بحيث في شخص واحد هو الذي يقرر بديلا عن الآخرين دون توافق، دون محاورة، دون نقاش. ولذلك كان دائما هناك دعوة لحوار وطني إلى غير ذلك. مش مقصود بالحوار الوطني، مش فقط مسألة حوار، هي مسألة الاتفاق حول عقد اجتماعي جديد يشترك حوله الجميع لبناء تونس المستقبل. هذا غير موجود الآن، ولذلك سيؤثر بطريقة أو بأخرى حول الانتخابات. ماذا نريد من البرلمان؟ هذا الأساس الآن، السؤال الأساسي، ماذا نريد إلى البرلمان؟ أنا أعتقد أن هذه الانتخابات ستعلن نهاية البرلمان، نهاية مؤسسة بارزة في تونس. عشنا يعني من 2011 إلى 2019 تقريبا، عشنا تقريبا برلمان قوي فاعل، ربما كان برلمان أكثر قوة مما كنا ننتظر، لأن هو في يده تقريبا كل السلطة تقريبا، مع تهميش للحكومة بدرجة أقل وخاصة لرئاسة الجمهورية. ولكن نعتقد أنه هذه المرة سيتم إعلان نهاية البرلمان، لأن كل عملية انتخابية. ولكن خليني أضع نفسي مكان التونسي اللي يشاهدنا، أو حتى العربي اللي كان يشاهد جلسات البرلمان، سيقول لك طيب كان لكم برلمان، وكان هذا البرلمان بالشكل بالدور بالأهمية التي تروجون أو تريدون تكريسها، لم يفد بشيء. أوكي، شوف، يمكن تحسين أداء البرلمان، يمكن متابعة البرلمان وضبط بعض المسائل، هذا ممكن جدا. لكن أن نضع البرلمان في هذه الوضعية الآن، في وضعية أنه تقريبا لا دور له، والدليل على ذلك القانون الانتخابي، الدليل على ذلك إقصاء الأحزاب السياسية، الحملات الانتخابية باهتة بطريقة كبيرة جدا. هي أقصت نفسها بنفسها، لا، هي التي يعني هو القانون الانتخابي، لا، منع القانون الانتخابي، منع على الأحزاب السياسية المشاركة المباشرة في الحملات الانتخابية كأحزاب رفض ذلك، وترك العملية للأفراد يعني. وحتى هذا شكل جديد دكتور جليلي، هذا شكل جديد نحن غير متعودين عليه في تونس، ولكن شكل جديد لابد له من ضمانات، يمكن أن نخطو معه خطوة طويلة. هذا ممكن، هذا ممكن، لكن أي شكل جديد لابد له من ضمانات، ولابد له من بيداغوجيا، بيداغوجيا سياسية. يعني أنت عندك رؤية جديدة للبرلمان، أوكي متفق معك، عندك رؤية جديدة، مش بالضرورة نكونوا في الرؤية القديمة، أوكي، لكن لابد من بيداغوجيا سياسية. بورقيبة والسيد الوزير وسي عز الدين يعرفوا مليح، أي قرار يريد أن ينقله للناس في بيداغوجيا كاملة، في بيداغوجيا وتحضير كامل. تفتقد يعني هذه، خليني أقول له هذه غايبة تماما البيداغوجيا. مع السيد الشيناوي نستعلم أكثر، بين قبل واليوم هل نفتقد اليوم إلى بيداغوجيا؟ وأنقل دائما عن ضيفي، هو يقول هذه المرحلة نفتقد لبيداغوجيا حقيقية، لفكر حقيقي، لمنطق حقيقي. بين الأمس واليوم هل هذا دقيق؟ يمكن القول بذلك؟ فعلا، احنا اولا ساعة الديمقراطية هذا مسار لا يمكن ان نقيمه في 10 سنوات. يعني احنا التجارب المماثلة في اوروبا الشرقية، ورغم ان اوروبا الشرقية فما قاطرة ما هو الاتحاد الاوروبي ساعدهم باش يوليوا دول ديمقراطية، احنا لمدة 10 سنوات كنا لوحدنا، لا عندنا لا قاطرة اقتصادية اسمها الاتحاد الأوروبي، ولا عندنا قاطرة ومظلة أمنية اسمها الحلف الأطلسي. احنا كنا لوحدنا نتصارع فيما بيننا، ولكن نبني ديمقراطية. هذه الديمقراطية لم تصل إلى مداها، ما زالت في بدايتها، فهي نقائص كبيرة. المفروض أن نعمل حتى نزيح تلك النقائص وندفع لاستكمال المسار الديمقراطي. ما حدث يوم 25 جويلية أن أوقفنا هذا، وقلنا لا، هذا كل ما تم هذا عشرية سيئة، ونبدأ مقاربة جديدة. المقاربة الجديدة كما تفضل الأستاذ هي مقاربة تأتي حصيلة لحوار بين مختلف مكونات المجتمع. هذا الحوار لم يتم، لم يحصل. وبالتالي معناها حتى أنه الرأي العام والشعب
يدافع على هذه المقاربة لابد أن يقتنع بها. وكيف يقتنع بها؟ لما يشارك في هذا الحوار ويعبر عن رأيه ويقول أنا مع هذا ولا ضد هذا، لكن هذا لم يحصل، لم يكن هناك أي حوار يعني كان. ولكن كذلك أعود لنفس النقطة، كانت في السابق هناك حوارات وطنية فتحت المجال لمحاولة إيجاد حلول، ولكن في النهاية كنا أمام تسويات داخلية داخل إما الاتحادات أو النقابات أو المؤسسات السيادية التونسية. والله هذه شوف هذا عادي جدا، عادي تسويه السياسه في 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 مسار ديمقراطي. شوف احنا مش نستنبط، تو انت تحكي قبل على برلمان جديد وبالمقاومه الجديده، احنا مش خلقناها الديمقراطيه، الديمقراطيه خلقوها ناس اخرين، واحنا تلامذه ما زلنا في بدايه طريقنا لديمقراطيه ناشئه. وهذه الديمقراطيه العريقه اللي هي عندها مشاكل الان في اوروبا وفي غيرها التمثيليه، لا هذه الديمقراطيه عندها الياتها، وعندها الأحزاب السياسية مثلا هي آلية أساسية في أي عمل ديمقراطي. الحوار والجدل بكل حرية حول المسائل الجوهرية التي تهم المجتمع، هذا موضوع مهم جدا في أي ديمقراطية. لا يمكن أن نسقط يعني ديمقراطية حسب مفهومنا. أنا حتى لو كنت أنا أحسن وألمع شخص، لا يمكن أن أي شخص أن يسقط. هذا نتاج لمجتمع. المجتمع التونسي كان جاهز وفي العديد من المراحل، وتم تحقيق، حتى نقول لك انا لان عايشنا، تم تحقيق خطوات مهمه جدا في هذا الاطار. طيب انا حابه اتوقف عند هذه الخطوات الايجابيه. نعم. خليني انا على الاقل اكون في مكان الشخص الداعم لهذا المسار، بما أنكم ثلاثتكم ترون بأن هذا المسار يحمل انتقادات أو على الأقل هناك نقائص، ولكن خلينا نشوف الحلول دكتور. نعم. عز الدين، طيب اليوم نحن أمام رفض تأجيل لملف تونس مع صندوق. نعم. النقد الدولي، وهذا واقع. نحن كذلك أمام سياسة لرئيس وكأنه أجل أو على الأقل رفض سياسة التقشف، سياسة رفع جزئي للدعم. نعم. عن المواد الأساسية ورفع كلي للدعم عن المحروقات وإلى آخره من البنود التي طرحت في فترة من الفترات. طيب ما الحل؟ ولكن هناك رفض وليس هناك تقديم حلول، ليس هناك أي رؤية، وهذا هو الإشكال. ولهالسبب أنا سألت حضرتك لأنك. نعم. خبير اقتصادي. نعم. لما نشوفوا التحديات اللي أمام تونس الآن، ومثل ما قلنا يعني الوضع كان حرج جدا قبل رفض ملف تونس أمام صندوق النقد الدولي، والآن زاد تعقيدا. إذا نشوفوا ما الذي يمكن أن يحصل في سنة 23 في غياب تمويل من صندوق النقد الدولي وتمويلات أخرى كانت ربما تأتي بفضل موافقة صندوق النقد الدولي. الوضع سيكون أكثر حرج بدون شك، لأنه الآن مخزون البلاد التونسية من العملة الأجنبية تراجع بشكل كبير وبنسق مرتفع جدا. يعني منذ أشهر قليلة كنا في مستوى 138-140 يوم من التوريد، اليوم نزلنا إلى 94 يوم فقط، مع العلم أن 90 يوم يعتبر الخط الأحمر، لأنه توريد الدواء والغذاء والمحروقات يتطلب ما تقريبا 90 يوم من التوريد. فهذا يعني أنه تونس وكأنها تقول للدائنين الأجانب راه سيكون هناك تعثر في تسديد الدين الأجنبي. الرقم الثاني المهم جدا وهو معروف، هو أنه خدمة الدين أو مستحقات الدين الأجنبي للسنة القادمة سنة 23 سيكون حوالي 14 مليار دينار، أو ما يساوي مرتين ونص خدمة الدين الأجنبي في سنة 22. فبمثل هذه الأرقام وعلما أنه أكبر تحدي في تونس الآن هو مستوى الدين الخارجي، مستوى الدين العمومي، هذا أكبر تحدي بدون أي شك. فالوضع سيكون صعب وصعب جدا. كيف سنواجه هذه الأوضاع؟ ليس هناك أي رؤية إلى حد الآن، وليس هناك بديل لا من طرف رئاسة الجمهورية، ولا أن الحكومة قدمت بديل وبرنامج، ولا أن المجتمع المدني نفسه والاتحاد العام التونسي للشغل بالأساس قدم أيضا بديل. نرى رفضا من هنا وهناك، ولكن ليس هناك حوار يعطينا فكرة على ما هو يمكن فعله. هل أن التقشف هو الحل أو عدم التقشف؟ وأنا أرى أن التقشف هو من أخطر السياسات لأنه يعمق الأزمات، ما فيش حتى شك. أما الحل لا يمكن الآن إلا أن يكون تونسي تونسي بدون أي شك بموافقة صندوق النقد الدولي أو بدون ذلك. تونسي تونسي بدون تونسي تونسي. أنا نعطيك مثال بسيط جدا. احنا في سنة 2010 ميزانية الدولة كانت 18 مليار دينار، منها الربع كان يخصص للاستثمار العمومي.
اليوم بالميزانية التكميلية لسنة 22 وصلنا إلى 61 مليار دينار، أكثر من 3 مرات، بينما الاستثمار العمومي لا يمثل إلا تقريبا 3% فقط من هذه الميزانية. الدولة تخلت تماما عن دورها في الاستثمار العمومي، وبالتالي الاستثمار الخاص يصبح غير ممكن، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر يصبح غير ممكن أيضا. هنا الإشكال الكبير، لابد من إعادة النظر في نمط إنفاق الدولة. الدولة أصبحت تنفق الكثير، نسبة النمو الاقتصادي المحققة لمدى 12 سنة كانت 0.58 كمعدل، بينما نفقات الدولة ترتفع بنسق أكثر من 12% سنوياً، وهي نفقات عامة وليست نفقات استثمار من شأنها أن تخلق الثروة وتمكن الدولة التونسية من تسديد ديونها بصفة طبيعية. التعثر في تسديد الدين قادم لا محالة، وإذا وصلنا إلى هذا فهذا يعني أن تونس ستدخل فيما يسمى بدوامة إعادة جدولة الدين الخارجي والمرور أمام ما يسمى بنادي باريس. وهذا السيناريو الأسوأ، وهذا السيناريو الممكن. نعم. ليس الأسوأ ولكن الممكن، في سنة 23 طبعا بهذه الظروف، وخاصة بعد هذا الرفض لملف تونس من طرف صندوق النقد الدولي. ولكن دكتور جويلي، رغم كل هذا ورغم هذه الأعداد وهذه الأرقام وهذه النسب وحتى تصريحات النخب التونسية، اليوم نرى التونسي ليس في هذه الانتخابات، نحن سنتابعها غدا لنتابع مستوى الإقبال عليها، ولكن منذ 25 من جويلية وحتى بعده بمراحل، تبعنا بأن التونسي كان داعم أو على الأقل آمل، يرى أملاً، يرى بقعة ضوء في هذه الإجراءات، كيف يفسر ذلك؟ شوف، هو كل انتخابات لها عنوان. انتخابات 2011 لها عنوانها، 2014 لها عنوانها، 2019 لها عنوانها، أوكي. والناس أو المواطنون والناخبون والقوى السياسية بشكل عام تتنافس حول هذا العنوان، كل واحد يريد أن يأخذ قصة من هذا العنوان. عنوان العملية الانتخابية في 2011 هو الهوية بشكل عام، التاريخ النضالي إلى غير ذلك. 2014 هو استرجاع هيبة الدولة، هذا العنوان الأبرز اللي شاهدناه في 2014. 2019 هو إعادة ترتيب العلاقة بين المواطن والدولة بما يسمى بالثقة، في بالمعنى السياسي. دونك هذوما الثلاث عناوين الكبرى. مخاوفي الآن هو أنه هذه الانتخابات البرلمانية بلا عنوان، بلا عنوان، لأنه لماذا هناك نظرة سوداوية للأمور؟ لأنه نحن كذلك لما نقرأ يعني حتى بعض التعليقات، هناك أمل بإمكانية، يعني ثلاثتكم متفاجئين بأنه يمكن أن يكون هناك أمل، ولكن هناك في أمل. سيد وزير، صحيح، لأنه نحن كذلك نعيش تجارب، وحضرتك منذ قليل قلت بأنه الديمقراطية تدرس ونحن تلامذة هذه المرحلة. فخليني نبدأ. لا، أنا فقط نكمل إذا ممكن. سأعود معك على نقطة الأمل. ما ثماش بداية من 25 جويلية أو ما قبل 25 جويلية، مش معناها أنه ما قبل 25 جويلية هو النموذج الأسلم. يمكن لأي قوة سياسية في هذه الحالة 25 جويلية رئيس الجمهورية أن يأتي بمنوال جديد، برؤية جديدة، أوكي، عادي، معناها الإنسان ماهوش معناها متشبث، يعني لابد أنه في تغيير، في ديناميكية لعملية الانتقال الديمقراطي. ولكن هذا المشكل وين؟ المشكل هو أنه البديل الذي قدمته أو الذي قدم الآن بديل غير واضح. هذا المشكل. احنا يا ريت أنه احنا نخوض تجربة جديدة، يا ريت أنه نتعلم من التجربة السابقة ونشوفوا ما هي نقاط قوتها وما هي نقاط السلبية فيها، ونبني على نموذج جديد وعلى بديل جديد. ولكن لما تقول بأن هذا النموذج غير واضح، هذا لا يعني بأنه تماماً سيء، هذا يعني بأنه غريب علينا. هل تعتمد في هكذا خلاصة على الوضع الاقتصادي، أو أن لك قراءات أو مقاربات؟ أولاً، الوضع الاقتصادي متواصل في أزمة، إذن هو لم يقدر، هذا النموذج البديل بين الظفرين لم يقدر أن يتجاوز الإشكال الاقتصادي. هل له رؤية للمستقبل؟ هل له رؤية لقضايا كبرى في التعليم، في الإصلاحات الكبرى، في الإصلاح الطاقي، في الإصلاح الجبائي؟ يعني ما ثماش شيء على الأقل. يريد احنا نكون واحنا متفائلين، مضامين نكون متفائلين لبلدنا، هذا مؤكد، ولكن يريد ثم شيء ممكن أني أتشبث به، ولو شيء معين نقول ممكن هذا يمكن ينقذنا. مالوريزمون من سوء الحظ أنه هذا غير موجود الآن، على الأقل في المرحلة هذه ما ثماش رؤية واضحة. ثم تغييب إعلامي كبير، يعني ما فيش الحكومة بشكل عام لا تتكلم، لا تتكلم، مش نعرف
لأنه دائما نبحث عن بدائل، وجيد البدائل، وديناميكية المجتمعات والديمقراطيات هي في قدرتها على إرساء بدائل جديدة، ويصير فيه نقاش ويصير فيه يعني توافق أو ترتيبات مهما كان الأمر، لكن فيه نقاش. فلا نرى بديلا واضحا، يعني فيه بدائل صامتة إن كانت هناك بدائل، ولكن في الأغلب هي صامتة لا تتكلم، بدون بيداغوجيا، بدون رؤية واضحة، دائما مخيف. هذا بحسب طبعا الغموض، طبعاً دائما قرأتك. الغموض دائما مخيف، وهذا اللي يخلينا يا ريت انه يكون في شيء ملموس نجم نبني عليه. الغمض لا يعني بانه هذا غلط او هذا لا، في السياسه لابد ان يكون واضح. في السياسة أسوأ شيء في السياسه هو الغموض. شوف، احنا يلزمنا نعرف، احنا نعيش في وضع داخلي معقد وازمه اقتصاديه غير مسبوقه، معناها ديمقراطية كما قلت لك معناها ما زالت ناشئة، ولكن نحن نعيش في وضع دولي وأقليمي متحرك، وبالتالي إذا كان ما عندناش قراءة لوضعنا الداخلي وكيف نخرج بوفاق وطني، يعني معقول أنه فما الحكومة اللي هي عينها رئيس الجمهورية اللي هي جزء من الحالة الاستثنائية متاع 25 عندها سياسة، ورئيس الجمهورية عنده سياسة ثاني في حين هو عينها وهي مسؤولة أمامه؟ ما هذه الصورة اللي نعطيها للعالم؟ نعطي الصورة أنه إحنا مش يعني سحب هذا أو سحب أو معناها قضية الصندوق النقد الدولي، يعني عدم إدراج تونس، ملف تونس، ملف تونس يوم 19 من الشهر، هذا معناها يعكس معناها مشكلة متاع حكومة في تونس، لأنه غير صورة تونس. تونس هذا البلد اللي كانت عنده قدرات على مستوى الموارد البشرية وكان معناه مثال في العالم العربي وفي حتى في العالم بصفة عامة، اليوم غير قادرين باش نقدموا ملف للنقد الدولي ونسحبوه ولا نطلب إرجاؤه، يعني معناها فما نقائص، سيد وزير، نقائص في تقديم المعلومات، عدم القدرة. يمكن أن يقول لك بعضهم بأنه لا يمكن أن تحملها تونس وحدها. اليوم يتحدث دكتور عبد العزيز على أنه عز الدين على أنه هناك كذلك نقطة أخرى لم تتمكن الحكومة من تنفيذها، وهي محاولة الحشد أموال الداعمين. هذه مسؤولية شكون؟ ولكن العالم يشهد كذلك تطورات سيد وزير. هذه مسؤولية شكون؟ هذه مسؤولية الحكومة. احنا عندنا سنتين، احنا سنتين نتحاور مع صندوق النقد الدولي، ونحن عندنا سنتين ونقول نحن في حاجة إلى هذا القرض، وكان الطموح أنه ناخذ 4 مليارات مليارات دولار من الصندوق. الصندوق قرر 1,900,000,000,000. يعني مسؤولية الحكومة لمدة سنتين أو على الأقل لمدة سنة من 25 مليار أنه تجوب عواصم العالم، صحيح، وتقنع شركائنا بضرورة مساندة تونس حتى تخرج تونس من أزمتها. المهمة صعبة على جدا. كل صعبة جدا. الموضوع سيبقى للمتابعة. انتهى الوقت بسرعة. أود شكركم جزيل الشكر دكتور محمد جويلي أستاذ علم الاجتماع، شكرا لك. دكتور عز الدين سعيدان خبير اقتصادي، شكرا لك. والسيد خميس أجهيناوي وزير الخارجية السابق رئيس المجلس التونسي للعلاقات الدولية، أسعدتمونا بالحضور. شكرا جزيلا على حضوركم.